السلام عليكم، مساء الورد والياسمين. الكثير يسألني عن تقنية الألفة وكتبت عنها وموجود الشرح تفصيلي لها في موقعي faisalkhalid.com. ومع ذلك الناس يرغبون في شرح التقنية. التقنية وبكل بساطة كيف تجعل الطرف المقابل يألفك وحتى وهو ما يعرفك، أو يألفك وأنت مختلف عنه. تستطيع أنك تستخدم هذه التقنية في العلاقة الزوجية والأسرية، علاقتك مع أبنائك، علاقتك مع جيرانك، علاقتك مع العمل، علاقتك مع مجموعة أخرى من المجموعات. طيب، تستطيع أن تستخدمها في جميع سياقات الاتصال البشري مع الآخرين، وأي آخرين اللي هم برضو بشر مثلك، يعني لأن في اتصال بشري بين بشر وبشر، وفي اتصال بشري بين بشر ومنظومات غير عاقلة، راح نتحدث عنها إن شاء الله في حلقات ثانية بالتفصيل. لكن باختصار شديد، بعد ما تراجع المقال التفصيلي لتقنية الألفة على موقعي على الإنترنت، أعطي بعض التوضيحات. في عندنا مراحل: مطابقة ومجاراة وقيادة. إذن عندنا ثلاث مراحل. المطابقة هي أنك تطابق الطرف الآخر في الهيئة والسلوك والتصرف، طبعا إذا كان صحيح، وإذا كان مش صحيح بإمكانك أنك تستخدم فقط الصحيح وتترك غير الصحيح. طيب، طريقة الجلسة، أسلوب وضع الغترة على سبيل المثال، إذا استخدم مسواك أنت تستخدم قلم ما تدخله في فمك، لا، لكن تحرك بيدك وهو يطالع فيك. هذه الطريقة نحن نتواصل مع اللاوعي، نتواصل مع اللاوعي. جيد، جلس جلسة معينة، حط رجل على رجل، تحط أنت رجل على رجل، ولكن مطابقتك هذه لا تكون نسخة 100%، ولا مباشرة ينظر لك يعني يقول إيش القصة، حركت راسي حرك راسه، عدلت عقالي عدل عقاله، حركت نظارتي حرك نظارته، هذا مجنون. لا، انتبه، تعامل بعفوية، لأن برضو الحركات اللاعفوية تبين، يعني يشعر فيها الطرف المقابل وإن حاولت أنت إخفائها، خصوصا إذا كنت غير متمرس غير متدرب. هذا يحتاج إلى تدريب، عموما هذه تحتاج إلى تدريب، لكن مع الممارسة تستطيع أنك تطبق منها نسبة يعني نسبة قبول ونجاح بإذن الله عز وجل. هذه المطابقة في الهيئة، في السلوك، طيب يعني هو بدأ يحك خده، أنت سوي كذا بعد فترة. جيد، مد رجوله في الجلسة، يعني استرخى ومد الرجل، أنت بعد فترة وأثناء الحوار وانت تكلمه وطالع في عيونه ومتفاعل معه وهو ما يراقب رجولك، تمد رجلك. من الناحية العملية هو يرى رجولك لكنه مش مركز فيها، العقل اللاواعي يرى ويدرك أنك تحركت، وهذه الحركة متلائمة مع حركتي أنا، لذلك أنا وأنت متطابقان. نأتي لي أسلوب الكلام، التنفس، حركة الأعين، الإيماءات، هذه كلها إذا أنت بدأت تحاكيها مع الطرف المقابل أنت تلقائيا أساسا مع مرور اللحظات والدقائق تنسجم معه، فيبدأ هو أيضا ينسجم معك ولا يدرك ولا يشعر بأنك تعمل على مطابقته. نأتي للمجاراة. المجاراة في الأفكار، والله يقول أنا أحب الكرة. إذا كنت تعرف أن هذا الشخص يحب كرة القدم، قبل ما تقابله روح يعني خذ لك معرفة. طبعا أنا ما أحب الكرة القدم عموما يعني، ولا أبغى أطابق أحد فيها ولا أجاري فيها، ولكن إذا أردت أنك تطابق أو تجاري فأخذ معلومات ومعرفة. جلست مع مدرب، خذ معلومات عن التدريب، مع رجل أعمال خذ معلومات عن المال والأعمال، عن الاقتصاد، عن أي شيء بسيط ممكن أن ينفعك. يعني اقرأ قبل ما تجي، اقرأ بعض الأخبار الخاصة بالأحداث اللي يميل لها هذا الشخص. فلما يتحدث تقول إيه نعم صحيح أنا أعرف، نعم النسبة الفلانية اليوم كذا، هو يدرك الآن أنك كنت مطابق له. الآن تجاري في المعرفة، تجاري في الأفكار، تجاري في الاهتمامات،
وبذلك هو سيميل إليك. أثناء عملية الطرح، أثناء عملية الحوار والمحادثة، وأن تريد أنك نسخة شبه متطابقة معه، هو سيبدأ بقبول أي مخرجات من عندك. أنت أخذت المخرجات اللي من عنده واستقبلتها، هو الآن سيستقبل المخرجات اللي من عندك وسيستخدمها. ليه؟ لأنك أنتوا مع بعض، يعني أنتوا لايقين على بعض، عندكم سمات مشتركة، وقد ما يكون في سمات مشتركة، ولكن أنت ذكي وعندك المرونة وعندك القدرة على مجاراته. بعدها تقدر تقوده. يعني أعطيك على سبيل المثال، بعد جلسة من الجلسات زي هذه، سأعطي مثال مختصر جدا ويرتبط بالدين عموما حتى بس نكون نستفيد منه. فبعد الجلسة وأذن، وتعرف أنا الرجل ما يصلي ترى، طيب، فمع الحوار وكذا تقول نصلي ونكمل، فيدخل المسجد ويصلي، مش متوضي يروح يصلي، هذه نقطة. أو أنك تخليه يضطر أنه يتوضأ ويصلي معك، جيد، يجرب يعني يجرب. لكن ما قلت له يعني والله أنا أدعوك للصلاة، أنت طابقته وجريته وهو مرتاح منك، فما عنده مشكلة يروح يصلي. هذا بس مثال، هذا فقط مثال، لكن ممكن نطبق هذا المثال على أشياء أخرى. يعني زوجة تبغى تطلع السوق، فتقدر تطبق هذه التقنية لمدة 5 دقائق وتقول حق زوجها يلا مشينا السوق، يطلع معها السوق على طول تلقائيا. شخص آخر أنت تريد أن تناقشه في خلاف هو مختلفة مع طرف آخر، فبعد المطابقة والمجراة تقوم بقيادته للصلح مع الطرف الآخر. هذا جانب مهم، تعدل في الاهتمامات للآخرين، تنجح الاجتماعات اللي بينك وبين الآخرين بهذه الطريقة، بهذه الآلية. إذن مطابقة في الهيئة والصفات والحركات، مجرى في الاهتمامات، في الأفكار، في الرؤى، طيب، قيادة، قيادة إيجابية إلى جانب إيجابي. طبعا ممكن أن تستخدم هذه التقنية بشكل عكسي، شخص ما ترغب أنت أنك تصنع مع ألفة، فتختلف معه في المطابقة تكسر، بعدين تختلف معه في الاهتمامات تكسر، بعدين تقوده إلى الافتراق. أنت حققت هدف، ويمكن استخدامها إذن بالطريقة العكسية لقطع العلاقات مع أشخاص أنت ترى بأنهم غير ملائمين لبناء ارتباط بك. وبس، السلام عليكم. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.